السلام عليكم ورحمة الله، معكم فدوى وقناة كاتوتي. اليوم غنحب نوريكم طريقة سهلة لتقشير اللوز اللي تدخل في إطار تحضيرات رمضان اللي يدخلوا عليكم بالصحة وبالسلامة، وباش ما تمنيتو إن شاء الله. غادي نوريكم طريقة اللي سهلة وسريعة جدا، غادي تقدروا انكم تقشروا اللوز كميه كبيره في وقت اللي هو وجيز. هنا غادي ناخذ كميه ديال 500 غرام او نص كيلو ديال اللوز اللي غادي نخدم بها اليوم. اول حاجه كناخذو كنغسلوه بالماء العادي، الماء ديال الصنبور، كنغسلوه من هذيك الغبره ديال اللوز اللي تتكون فيه، وغادي نديرو في واحد الصفايه بحال هكا باش يتصفى ليا اولا يحيد منه كاع هذاك الماء، لانه تيكون في ديك الغبره اللوز، والا خليتوه وسلقتوه مباشره بها كيدخل لينا الحبه واللون ديال الحبه كيتغير. من بعد ما غسلته بحال هكا وحيدت منه الغبار، كنجيبوه هنا على النار، كندير كاسروله اللي فيها الماء كيغلي جيدا، ومن بعد كنضيف فيها الكميه ديالتي ديال اللوز، وغادي نحسب ليها دقيقه فقط، وغادي نطفي عليها النار، يعني غير طلع فيها الغليه غادي نطفي عليها النار باش ما يطيبش لينا اللوز اولا باش ما يدخلش ليه داك الماء لداخل، لاننا بغينا غير يتقشر لينا ماشي يطيب. من بعد كنصفيه من هذاك الماء ديالو بحال هذا الشكل، كنصفيه اللوز ديالي، ومباشره من بعد ما كنصفيه هنايا في صفايه اولا في اي شبكه عندكم، غادي نجيب بلاستيك غذائي، وغادي نوضع فيه اللوز ديالي وهو باقي ساخن، وغادي نسد عليه في البلاستيكة. فاش غادي نسدو عليه هذاك الضغط ديال الهواء الساخن كيساعدنا على ان اللوزة كتنفخ وكتحيد ليها القشور ديالها بسرعة. كنزيرو بحال هكا ونضغط عليه بالبلاستيكة باش هكا كيرجع فيه كاع هذاك الهواء الساخن. غادي نخليه واحد المدة ديال 5 دقائق، 3 دقائق حتى 5 دقائق ونكمل. هنا من بعد ما دازت تقريبا 5 دقائق على هاد اللوز ديالي، كنجيب واحد المنديل هكا اللي هو نظيف فاش غادي نفركو، وغادي نصب فيه اللوز ديالي من بعد ما خليتو ارتاح واحد شويه. هنا غادي ندير نصف الكميه بنصف الكميه باش غادي تجيني اسهل، لان عندي زيف صغير، يمكن لكم ديروا الكميه كامله كيبقى لكم الاختيار. من بعد كنوضعها بحال هكا وكنبدا تنفركها بهذا المنديل، كي كتشوفوا راه بسهوله كيتحيدوا القشور لهاد اللوز اسهل طريقه سهله جدا. كنبقاو كنفركوا فيه بحال هكا كان نحيدو القشور. هاد الطريقة كتساعدنا أننا نحيدو القشور بسرعة، وفي نفس الوقت نشفو اللوز ديالنا من الماء اللي دخليه، يعني من مباشرة من بعد ما كتحيدو اللوز من تكملو تقشرت اللوز، يمكن لكم أنكم تستخدموه بلا ما تخليه أنه ينشف ليلة كاملة أو لا لبغيتو تستعملوه. كي كتشوفو من الأحسن أنكم تجمعو المنديل بحال هكا وكتبقاو كتفركو في اللوز بحال هاد الشكل. هاد الطريقة كتساعدنا على أننا نحيدو كاع هادوك القشور اللي فيه بسرعة جدا. هنا الكمية ديال 500 غرام أو نص كيلو ديال اللوز خدات مني تقريبا 6 حتى 8 ديال الدقائق باش فركتها، ما خداتش مني وقت طويل نهائيا. ومن بعد هنا كي كتشوفوا دغيا كيتحيد لينا القشور على اللوز. هنا غادي نبقى كنستي فيه كل حبه والاخرى ونوضعهم في طبق اخر، وغادي نستمر بهذا الشكل حتى غادي نكمل اللوز ديالي كامل. كي كتشوفوا هما القشور كيتحيدوا بوحدهم وبسرعه. هاد الطريقة سريعة بالنسبة للناس اللي كيخدموا حتى الحلويات، لأنها تتكون كمية كبيرة ديال اللوز، وإلا بقينا كنفسخو حبة بحبة كتاخد لنا وقت اللي هو طويل جدا. هاد الطريقة من نهار عرفت هاد الطريقة وأنا هي اللي كنعتمد في تفسيخ اللوز، لأنها كتكون سريعة جدا، يمكن لكم تفسخوه في وقت اللي هو سريع. انا كي كتشوفوا صافي فصلت عليه القشور، وكي كتشوفوا اللون ديال اللوزه كيبقى اللون ديالها لون ابيض، يعني ما كيدخلش ليها داك الماء لداخل، ما كيتبدلش اللون ديالها. هنا غادي ندير الكميه الاخرى وبنفس الطريقه غادي نفركها هكا في وسط هذاك المنديل حتى غادي نكمل الكميه كامله ديال اللوز ديالي. هنا كي قلت لكم هالطريقه كتخليكم انكم حتى كتنشفوا اللوز من هذاك الماء اللي فيه،
ويمكن لكم انكم تستخدموه مباشره، تطحنوه وتستخدموه للعقده او لا لاي اي غرض بغيتوه. هنا غادي نستمر انا حتى غادي نكمل الكميه ديالتي ديال اللوز، كنستيها كالقشور الجانب وكنستي الحبات ديال اللوز الجانب اخر. وبالنسبه لهاد اللوز لهاد القشور ديال اللوز يمكن لكم انكم تنشفوهم وتطحنوهم وتستعملوهم في مختلف الحلويات وفي الكيكات، كيعطيو المذاق وكيعطيو حتى اللون. يمكن لكم تستخدموهم في الصابلي او لا في الكيك، لانهم لان اللوز مغسول وناشف، يعني ما غاديش يكون فيهم نهائيا تراب ديال اللوز، كيكونوا يعطيونا مذاق اللي هو لذيذ في الحلويات. يمكن لكم تطحنوهم وتحتفظوا بهم. اذا هذه هي النصيحه او هذه هي التحضيرات ديال رمضان ديال اليوم، كنتمنى انها تنال اعجابكم. ما تنساوش بارطاجيو هاد الحيله مع الاصدقاء والمعارف ديالكم، دعموا القناه ودعموني، وخليوا لي تعليقاتكم في خانه التعليق في الاسفل، ويا الفيديو القادم بحول الله.